بك أن ترفع الظلم عن المسلمين بسبب السحر أو الحسد بحولك وقوتك وقدرتك يا جبار السماوات والأرض. لا تجعل للشياطين سلطانا علينا، لا تجعل للشياطين سلطانا علينا. اللهم أخرج الشياطين من أجسادنا، اللهم أخرج الشياطين من بيوتنا، اللهم أخرج الشياطين من أجسادنا، اللهم أخرج الشياطين من بيوتنا. لا تجعل للشياطين سلطانا علينا، اللهم لا ملجأ منا إليك إلا إليك، اللهم لا ملجأ منا إلا إليك. يا رب الأرض والسماء ارزقنا صدق اللجئ إليك، اللهم ارزقنا صدق اللجئ إليك، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم اهدنا جميعا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، وعلى نهج حبيبك محمد وعلى نهج حبيبك محمد سائرين، وبشريعتك متمسكين مستمسكين. اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن، اللهم احفظنا من شياطين الإنس والجن، اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم احفظنا بحفظك وارعنا برعايتك، اللهم اجعل القرآن العظيم شفاء لما في صدورنا وإخراجا لما سكن أبداننا من الظالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا، ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ويقذفون من كل جانب دحورا دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، نسألك ونقسم بك عليك أن تجعل هذه الرقية شفاء من كل داء لكل من سمعها من المسلمين والمسلمات. اللهم وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، على الظالمين من الشياطين التي تدخل أجساد المسلمين. أيها الأحبة في الله، هذا ظلم بين وظلم واقع يقع من عالم الجن على عالم الإنس، ذكره ربنا تبارك وتعالى في قرآنه وذكر لنا وسائل العلاج. طيب، بعض الناس يقول ليه بيحدث، لماذا يحدث هذا؟ نقول أولا لأننا في دنيا اسمها دار ابتلاء أو اختبار أو امتحان، وعلى قدر إيمان العبد يبتلى، فإن وجد في إيمانه صلابة زيد له في البلاء. والابتلاءات متعددة الأنواع، بيبقى في ابتلاء في أن واحد ينجب مثلا أولادا عندهم بعض العهات فيشقى معهم ويتعب جدا جدا وكثيرا، وفي واحد ينجب أولادا ويخطئ في حياته البشرية، من هو بيعمل سبوع وبيدق الهون جنب دماغ الولد وبيلبسوه شيطان وبعد كده لا يستفيد منه بعد ذلك، وفي الذي لا يرعاه من البداية ولا يرقيه كما فعل الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول مولود بيولد بيؤذن له في أذنه
ويحنك بتمرة، ودائما وأبدا بسم الله أرقيك، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين وهما صغيرين. كان صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا وهما صغيران يرقيهما بأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، على الأقل 3 مرات صباحا و3 مرات مساء. يبقى الأذكار والأدعية التي هي حماية وحفاظة من الممكن أن نقصر فيها. ليه برضو المسلمين هم اللي بيبتلوا هذه الابتلاءات، يبتلى منهم الواحد بهذه الابتلاءات؟ أقول أيضا لأننا كما قلنا احنا في دنيا خلاص بنسير في طريق إن شاء الله تعالى، نسأل الله عز وجل نوصلنا إلى الجنة. هذا الطريق محفوف بالمكاره والمخاطر، هذا الطريق لا يتركنا فيه أحد نسير فيه يعني بأمان، لا 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 بالعكس، ده على جانبيها هذا الطريق كثير من المعوقات، على جانبي الطريق طرق أخرى متعددة، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليها. بيدعو مين؟ بيدعو اللي ماشيين على الطريق المستقيم، مش بيدعو اللي هم جوه. يعني خلي بالكم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون في طريق مستقيم وفي طرق أخرى متعرجة، على رأس كل طريق من عند الطريق المستقيم كده، على رأس كل طريق شيطان يدعو إليه. بيدعو مين؟ بيدعو الناس الصالحين، مش بيدعو الفاسدين. الفاسدين خلاص دخلوا الطرق المتعرجة، الفاسدون دخلوا الطرق المتعرجة، هيدعوهم ليه؟ ما هم جوه معاه، خلي بالكم دي وفهموها كويس، هم جوه معاه. فالشيطان يلبس واحدة محشورة في اللبس الضيق وعمالة تفسد في الناس وغيره وغيره، طب ده يدخلها يعمل ايه؟ ده هي كده معاه يعني في نفس الطريق وقرينة له. واخد بالك؟ واحد بيسمع اغاني، واخد بالك انت، ويضيع كثير من يعني هيبته او طاعته لله سبحانه وتعالى، ماشي بيسمع يقول لك بروح عن القلب شوية او روح عن القلب. واخد بالك؟ هذا الانسان انما يثبت بداخله الشيطان. خلاص الشيطان يدعو واحد زي ده ليه اصلا؟ خلي بالك الانسان اللي هو يعني خلاص الموضوع يعني الاتفاق واحد، الطريق ايه؟ طرق الضلال، مفيش مشكله. الناس الكفره الغير المسلمين، من يدعوهم؟ يدعوهم ليه؟ عشان يسيبوا الكفر؟ الشيطان يتعب عشان يسيبوا الكفر؟ لا بالعكس، انما يروح للمسلمين الصالحين اللي ماشيين على الطريق المستقيم. ناخد ام شيماء. السلام عليكم يا ام شيماء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت، انا عندي ابن اختي مش عارفين ومرض نفسي ولا مس ولا ايه، ودخنا بيه مع عمره كم سنة؟ عمره 28. 28 سنة. ما سمعش الرقية لا النهاردة ولا قبل كده؟ انقطع؟ معلش. طيب. ربنا يحفظك يا ام شيماء. هو طبعا يعني سؤالك مردود عليه برضو عشان تبقي عارفه انه لازم ولا بد. احنا بنقول الاختبار عندنا اللي احنا سمعناه، يا اما سوره البقره كامله كامله، ما فيش اختبار 10 دقائق يا اخواني، 10 دقائق ربع ساعه ده ما احنا ما بينزلناش الوحي. الوحي ما بينزلش على الشيخ امير عشان يقعد 10 دقائق يخلي كل اللي جوه واحد يتحرك، لا طبعا، عشان تبقوا فاهمين الاختبار عشان نبقى عارفين مبني على امرين. اولا الإنسان اللي عايز يعمل اختبار يسمع سورة البقرة كاملة بس بطريقة معينة. يقول لك ما احنا مشغلين الحمد لله إذاعة القرآن الكريم طول النهار. طول النهار إذاعة القرآن الكريم شغالة وخناقات في البيت، وبنلبس من غير حجاب ونمشي ونعمل ونسوي وما نصليش ما ينفعش. أنا عايز اللي هيسمع اختبارا بسورة البقرة يفهم معي. سورة البقرة بيتوضى الأول ويصلي ركعتين لله. طبعا لو النساء وعندهم الظروف الشهرية يتوضوا بس، ما فيهاش حاجة ولا عيب ولا كلام ولا حرج من قول الحق. خلاص بتتوضى والانسان ينام، تنام على ظهرها وتغمض عينها. ليه النوم على الظهر؟ او ليه النوم اصلا والاستلقاء؟ الانسان وقاعد على كرسي كده وقاعد هيسمع ويحط السماعات، هيبقى في اشياء من الجسم بتؤدي الى ان انا عايز انتبه عشان لا اقع يمين ولا شمال، عشان ما اتحركش او ما اقعش. انما لما الواحد يكون مستلقي خلاص بيسيب جسمه خالص واعضاء جسده والسماع بس، ويغمض عينيه وما يرددش الآيات اللي حافظها من سورة البقرة. يبقى نسيب الآيات حتى لو ناس حافظة البقرة كاملة. أنا بقول أهو ده مش دليل إن ما هو عندوش، ده في أئمة. وأنا قلت لكم إن الشياطين أو السحرة والدجالين شغالين على 4 أنواع. الناس المتفوقين من المسلمين خلي بالكم علميا خلاص
الدكاترة والمهندسين وغيرهم ها والمتفوقون ماليا عندهم فلوس، والمتفوقون جمالا في الشكل يعني، والمتفوقون دينيا يعني الناس برضو عندهم دين. ما تفتكرش ان واحد ما عندوش دين مش هيحصل له. صاحب تقول والله بصلي ومحجبة والاخر نحن هل نحن احسن في التزامنا وطاعتنا من نبينا صلى الله عليه وسلم؟ اطلاقا لا يمكن نكون احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، فلازم نفهم القاعدة دي. الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له السحر، ودي آية من آيات الله، وعشان احنا كمان ما ايه فيش حد فينا لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورتين، سورة الفلق وسورة الناس. اقرأوا في كل التفاسير سبب نزول هاتين السورتين، هو سبب فعل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة تحت قحف، في قحف نخلة في تحت رعوفة في بئر زروان في منطقة بني زريق في المدينة المنورة. ناخذ مشيماء تاني. السلام عليكم مشيماء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخنا، الواد بقول لك عنده 28 سنة، بقاله 4 سنين حابس نفسه وعنده وسواس، وديناه مستشفيات وديناه دكاترة وجبنا له شيوخ، بس ما بيقبلش أي شيخ. يعني الشيخ يجي له لغاية البيت يزعق ويشخط ويكرشه وما يرضاش يخليه يقرأ عليه. الوسواس ده عبارة عن ايه يا مشيماء؟ بيقول ايه في الوسواس بتاعه؟ بيشك ان امه بتحط له حاجة في الاكل او اي حد بياخد من هدومه. ما بيتهمش اوباما بحاجة؟ ها؟ ما بيتهمش اوباما بتاع امريكا بان هو بيراقبه ولا حاجة؟ بيتهم كده. بيراقبوه في مدرعة واقفة في الشارع بتراقبه. يا سلام. ايوه. لا هو كده ده وسواس قاري محتاج حضرتك ان شاء الله تعاون لك. محتاج ايه؟ حاضر. حاضر. الله يكرم. ماشي حاضر، ربنا يحفظك، شكرا جزيلا. بيقول ان شاء الله تعالى، ده من غير ما بقى كل شويه نجيب له شيخ وكل شويه نجيب له ادويه نفسيه. الادويه بتاع النفس دي عباره عن ايه؟ الادويه النفسيه مهدئات. نبص كله في الادويه كده مهدئات. احنا بنقول ما بنلغيش الطب والكلام ده واضح، ما قلناش ابدا، ده احنا بنقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فما بنلغيش الطب نهائي، بالعكس احنا بنقول الاول اكشفوا طبيا. خلاص، الكشف الطبي بالنسبة للعلماء أو أطباء النفس أو أطباء النفسيين أو المخ والأعصاب، إنه يقول إن الأشعاعات والتحاليل بتقول إن في حاجة في تركيبة الخلية العصبية الفلانية، في خلل في التركيبة دي. خلاص، في ضمور، في نقص، في الأشعة باين حاجة، في جلطة على كذا. خلاص، ده نمشي معاه بقى على الأدوية دي. خلاص كده. أما إنه بس يقعد مع الدكتور والدكتور يقعد يناقشه طبعا ويهزي بكلام زي ده، وماما بيراقبني ومدرعة والحكومة بتعمل والحكومة بتسوي والآخر من هذا القبيل، يعني قابلته مثل هذه الحالات في حياتي. خلاص، لكن هي القضية انه لما هو بيبقى شدد حلو قوي عليه وعلى الناس اللي معاه، وبعدين يبقى بياكل كتير قوي جدا جدا او ما بياكلش خالص، لدرجة الناس تستغرب بياكل ازاي. خلاص. طيب، ناخد ام احمد وبعدين نكمل. ام احمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك، اتفضلي. ربنا يبارك فيك يا رب. شيخنا، انا عندي ابني عنده 25 سنة، هو في كلية الهندسة. يا رب يحميه ويحفظه. ربنا يصلح حاله. متعثر هو في الدراسة، وبعدين بيجي له خفقان في القلب وارتعاش بسيط كده وصعوبة في التنفس. وشعور بالاختناق. وألم في صدره شديد، وشعور بعدم التوازن. انتوا محافظة ايه يا ام احمد؟ نعم، محافظة ايه؟ هو محافظة، احنا من محافظة الاسماعيلية. طيب، ماشي. بس الكلية بتاعته في القاهرة. القاهرة. على فكرة هو كان جايب مجموع حلو، كان في كلية عادية، بس هو دخل هندسة ازاي؟ ما هو لازم يكون جايب مجموع كويس ويكون متفوق طبعا عشان يدخل هندسة. بس حس ان هو يعني، بس بعد كده حول لجامعة خاصة عشان ما نفحش في العادية يعني. هو اتلطش عين. طيب ماشي، اتفضلي. وبيحس ان هو عايش في عالم اخر. وبيحس بالارق، بيتخيل حاجات، وصعوبة النوم. وصعوبة النوم. وعنده صداع يا شيخنا، بس مش على طول. ولما يعرف ان هو رايح في مكان ما بينامش ابدا. رايح الكليه، رايح في اي مكان وكده. فهو اتصل بشيخ قبل كده، دعاه له يعني، ادانه الدعوه مستمر لحد شهرين، وبعد كده جاله المرض الثاني، لانه مش ثابت على الطاعه. خلي بالك، ما بيصليش، مش ثابت في الصلاه. طبعا. فهو بيتعالج عن برضه، راح لدكتور نفسي وكده، فبيتعالج برضه، فيديله علاج وكده.
تمام. ده أول سؤال، بعد إذنك عندي سؤال تاني. اتفضلي. بالنسبة برضو عندي ابني محمود مخلص كلية تجارة. ربنا يحميهم جميعا. برضو يا شيخ ده دخن عليه في عينيه. وفي واحد برضو بص له قال له ده أنت عينك حلوة. دخن بعينه يا شيخنا. عند كل الدكاترة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أه والله. وعنده دلوقتي بيحس إن هو عصبي وبرضو مش ملتزم، خلي بالك على الصلاة، كانوا بيصلوا حتى الجمعة كنت بفرح. مش ملتزمين عن الصلاة. وكلمتهم كتير. ربنا يهدي يا رب. المهم يا شيخنا غلب علاج عند الدكاترة، عينيه ما بتطيبش أبدا، حاسس فيها دايما حمر، ودانهم صارعين طول الليل. بيناموش غير الصبح، سواء أحمد أو محمود. وغلب عند الدكاترة ما فيش فايدة، دلوقتي بقى بيحس في صداع جامد في دماغه، وعصبية، عصبي قوي بقى عصبي. وكل ما يسمع الأذان يروح محول على الأذان. مش ملتزمين خالص يا شيخنا. بالنسبة برضه معلش أنا عندي سؤال تاني بعد إذنك. بارك الله فيك. اتفضلي. انا عندي برضه دعاء برضه في كليه التجاره في اولى. انا كنت والده دعاء ديت ولدتها في الحمام. السبب. معلش يا ام احمد ربنا يحفظك. طيب. زي ما انتم شايفين هذه ابتلاءات. ابتلاءات موجوده في الشعب المصري، موجوده في المسلمين، وابتلاءات محزنه، يعني كفيله بان بس يكون حد واحد في العيله كده عنده هذا الالم أو هذا المرض يؤرق كل من حوله. يعني الله يكون في عون أم شيماء ابن أخوها ولا ابن أختها ده، يعني أكيد أكيد مخلي العيلة كلها، كل العيلة في قلق شديد، لأنه اللي زي ده لا يؤمن على شيء، ما يؤمنش يروح مشوار لوحده، ما يؤمنش إن هو يتساب في البيت لوحده أو يتساب معاه حد في البيت من الأولاد الصغيرين أو غيره، بيبقى بصراحة أرق شديد جدا. فأنا ندعو الله ويا رب يا رب يكون دعائكم مستجاب وانتم مطمئنين خلفي ان شاء الله. ندعو له بالشفاء وندعو للباشمهندس ابن الحاج ام احمد، اظنه احمد طبعا، ومحمود اخوه، وبرضه دعاء اللي لسه ما عرفناش عنه حاجه، بس ان شاء الله تعالى هندعو لهم جميعا بالشفاء ولكل مرضى المسلمين ان شاء الله عز وجل. ويعني عايزين يقين كده بالله عز وجل، يكون اخلاص منكم باذن الله عز وجل. وانا اتمنى واتعشم وهذا أملي في ربي عز وجل أن يجعل منكم من يكون مستجاب الدعاء فيستجيب دعاءنا. اللهم يا رب الأرض والسماء إنا نتوجه إليك ونقسم بك عليك أن تشفي هؤلاء الذين سمعنا اتصالات أمهاتهم وأقاربهم الآن. اللهم اشفيهم شفاء عاجلا، اللهم اشفيهم شفاء عاجلا، اللهم اشفيهم شفاء عاجلا. خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك. اللهم يا رب الأرض والسماء احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك. ارفع هذا الظلم عنهم، اللهم ارفع هذا الظلم عنهم، اللهم ارفع هذا الظلم عنهم، اللهم ارفع هذا الظلم عنهم. خذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. يا رب الأرض والسماء لا تجعل للشياطين سلطانا عليهم، اللهم لا تجعل للشياطين سلطانا عليهم، اللهم لا تجعل للشياطين سلطانا عليهم. اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا. اهدهم يا رب فيمن هديت، وعافهم فيمن عافيت، وتولهم فيمن توليت، وبارك لهم فيما أعطيت، وقهم واصرف عنهم شر ما قضيت. اللهم قهم واصرف عنهم شر ما قضيت، اللهم قهم واصرف عنهم شر ما قضيت. يا رب الأرض والسماء استجب دعاءنا، اللهم آمين. يا رب يا إخواني يا مشاهدي يا أحبتي الكرام، أن تكونوا يعني لما أؤمن وارفع يدي تقولوا آمين، حتى الأولاد الصغيرين، احنا عارفين أن الشباب الأشبال الصغار والصبية دعائهم مستجاب. يا رب يحفظكم دايما، وما تقولوا أمن لما يسمعنا بندعو خليه يقول آمين ورانا، لأن دعاء الشباب أو الشبال مستجاب. كان سيدنا عمر رضي الله عنه يجمع الصبي الصغار في المدينة المنورة أثناء خروج الجيش المسلم للفتوحات، وكان يجلس هو في المدينة رضي الله عنه بهؤلاء الصبية يدعو وهم يؤمنوا خلفه، لأنه يعلم أن دعائهم أو تأمينهم مستجاب إن شاء الله تعالى. لكن لازم ناخد بالأسباب. بالنسبة لأم شيماء بنقول لها هذا الشاب محتاج رجال حوله، عايزين بس حوالي 3 رجال من أقاربه، كل واحد فيهم يفرغ نفسه ما يقرب من 8 ساعات، 8 ساعات لله،
عز وجل ونتبادل معاه نبطشية كده. اليوم 24 ساعة كل واحد منهم 8 ساعات، لو أربع رجال يبقى كل واحد 6 ساعات. ليه بقى؟ أولا هو لازم ولا بد أنه يكتف، فيهاش فصال دي، لازم يتكتف خلاص، ويتحط السماعات في ودانه ويسمع سورة البقرة باستمرار. والحاجة المهمة كمان احنا بنعمل مية قرآن. ليه؟ المية القرآن زي ما انا قلت قبل كده وبشرح، بنقرأ على كوباية زي دي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خمس حاجات بسيطة جدا سهلين لكن عند الله أمرهم عظيم. الفاتحة أم الكتاب، وانت بتقرأها بتقرأ أم الكتاب وحط في يقينك كده، وبتقرأ بصوت مسموع والهواء اللي طالع من بقك بيحرك المية. وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، قل هو الله أحد سورة الإخلاص، قراءتها بثواب أو ثوابها بقراءة أو ثواب ثلث القرآن كله، ثلث القرآن. طيب الفلق والناس سورتان فيهما 11 آية، خمسة في الفلق وستة في الناس. هذه الآيات نزلت في فك سحر النبي صلى الله عليه وسلم. لما نضع في اعتباري إن هذه الآيات فك الله عز وجل بها سحر رسول الله وهو أشد سحر صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، يبقى عندي يقين بالأحرى وبالأولى إنها تفك السحر بتاعي. طب ما جابتش نتيجة، يبقى العيب فيا أنا مش في الإيه؟ مش في الآيات. بنقرأ الآيات على المية، كوباية مية زي دي، وبنجيب سبع ورقات نبق، سبع ورقات من شجر النبق أو شجر السدر اللي هو فيه شوك، وأنا وريته لكم لحضراتكم قبل كده هنا. شجر النبق ده لو سألت الراجل اللي بيبيع الحرنكش في الشارع بيبيع نبق معاه زي الزيتون الأخضر كده مصفر شوية، طعمه طعم التفاح، في بذرة كبيرة كده. بتسأله الشجر بتاع النبق ده فين؟ بيدل لك على الشجرة، بتاخد منها سبع ورقات خضر. ما ينفعش اللي عند العطار، الناشف اللي عند العطار ده ما يجيبش معانا النتيجة اللي احنا عايزينها، ولا هو ده الهدي اللي موجود. خلاص؟ بنجيب السبع ورقات خضر، نغسلهم كويس، وبعد ما قرينا على الكوباية اهو، بنحطهم في الخلاط، ونحط عليهم كوباية المية اللي قرينا عليها القرآن. ونضربهم في الخلاط لحد ما الايه؟ الورق يبقى ناعم جدا. ناعم جدا. وناخد الكوباية دي ونزودها على حلة مية كبيرة صالحة للشرب. حلة مية. خلاص كده؟ نملى منها ازايز ونحط في التلاجة، ونخلي بالنا بقى، احنا بنتكلم على اللي هو بيتخلى المدرعة واقفة بره بتراقبه، أو الإنسان اللي عنده الوسواس ده. خلي بالكم من حاجة مهمة. أول ما تبدأوا إن شاء الله تعالى وتتأكدوا إن هو لا عنده حاجة زي جلطة في المخ، ولا عنده حاجة ضمور في خلايا، ولا عنده حاجة طبية في الدم، خلاص تأكدنا من هذا، بنوقف الأدوية المهدئة اللي هي موجودة. عشان كده بقول يكتف، السماعات تتحط على ودانه، بنأكله ونشربه مرتين ثلاثة في اليوم، ونركز على يعني الأكل يبقى حاجات المفيدة من غير ما يكون أكل كتير، لأنه يحتاج يدخل الحمام. فيدخل الحمام نعمل إيه؟ لو فكناه بيروح كده، لكن لما تبقى بنضع صفيحة فيها تراب كده ويبقى يتبول فيها ما فيش مشكلة، يعني بنحاول يبقى الأكل مفيد ومغذي، وفي نفس الوقت إيه؟ يكون عصاير عشان تخفف من الإيه؟ الإخراج اللي عنده. دي نمرة واحد. اللي هيتبادلوا معاه هو مهمتهم إن هم يسمعوا السماعات على ودانه، وما يتكلمش ولا يرغي في حاجة. لما يجي يتكلم كتير أثناء السماع هو مش عايز يسمع، اللي عليه مش عايزه يسمع. بنعمل إيه؟ بنجيب حاجة على بقه كده، يعني حاجة منديل نظيف أو فانيلا حتى من المغسولة نظيفة، وبنبلها مية من القرآن ده ونحطها على بقه، ونعمل له كمادات مية على عينيه بمية القرآن ورق النبي. خلي بالنا وإحنا عاملين الكلام ده وقافلين عليه كويس أهو، بنحط الإيه؟ نحط مية القرآن دايما زي كمادات على وشه كده، ونسيبه يتنفس من مناخيره، نخلي بالنا. خلاص نقول مش عايزين منك تتكلم خالص، عايزينك تسمعه بس. في الأول ممكن يقولك اديني بسمعه، وممكن يقعد يوم كامل، يوم كامل اللي عليه يتحمل عشان انت تقول ده ما عندوش حاجة. لكن شيخ يجي يقرأ لي ربع ساعة 10 دقايق ما ينفعش الكلام، نص ساعة أقول لكم يا جماعة ما عندوش حاجة ودوه للدكاترة النفسيين، لا. خلاص بندمر هذا الانسان، وخاصه ان هو كان سليم قبل كده، كان انسان سوي وسليم جدا. خلاص طالما لم يحدث في الجسد عطب او عطل في الخلايا او ضمور او حاجه او جلطه وصلته للحاله دي،
يبقى خلاص الناحيه الطبيه طالما ما فيش حاجه طبيا فيه يبقى ده الجن تلبس بجسده وعايزه يعمل كده عشان لا ينفع يبقى اب ولا ينفع يبقى زوج ولا ينفع يعيش في الحياه ويبقى عايش كده. ادي المسلمين يا عم وادي اللي بنشوفه من المسلمين. نخلي بالنا الميه القران دي بتتزود عملناهم لمده 3 ايام يعني الميه دي تبقى معانا مدتها 3 ايام ونعمل غيرها وهكذا يشرب منها يستحمى بيها زي ما قلت نعمل كمادات على ايه على وشه بيها بقدر المستطاع دايما وابدا حتى نحطها في الاكل اللي بنعمله يعني لما ناخد منه فنجان كده من الميه دي ونحطها على الطبيخ واحنا بنطبخ ما فيش مشكله على الشاي معلقه من الميه دي على الشاي اللي احنا بنعمله وهكذا. يبقى اتفقنا على هذا بنقعد معاه مده الكلام ده اسبوع على الاقل اسبوع على الاقل نتفق يا جماعه مين اللي هيفرغ نفسه ويقف جنب هذا الشاب من العيله مش حد غريب من العائله هيفرغ لنا نفسه في اليوم 6 ساعات او زي ما قلنا 8 ساعات حسب ظروف الناس خلاص ونرتب كده ان شاء الله يكون يتبادل عليه 5 أو 6 مش مشكله المهم نبقى عارفين احنا بنعمل ايه مفيش حاجه فيها ضرر مفيش غير القران الكريم اللي بيسمعه جنب ودانه خلاص ما تقولش بقى طب اخده ويرد المسجد يمكن ايه بعد في ناس بعد ما بدا يومين ثلاثه وخلاص بيلين راح واخدينه ايه قال لك بنهويه وديناه المسجد وخدنا نفسحه شويه عشان احنا كبتنا لا مش كبت القران عمره ما يكون كبت عشان نفوق الكلام ده الشيطان بيضحك عليكم عشان يرجع يستعيد عافيته مره اخرى خلاص ده بالنسبه لام شيماء بالنسبه لام احمد بالنسبه لمحمود يا رب يشفيه وعافيه من عينه عايز منه ان شاء الله تعالى محمود لو سمعني وانت سامعاني ام احمد بيعمل بعسل النحل حط على عينيه عسل النحل الصبح كده اول ما يصحى او قبل ما ينام مده العسل على العين حوالي ساعه زي المرهم اللي بنحطه في العينين كده عسل نحل صافي ونحطه في عينيه كويس عسل نحل جيد يعني وبعد ما نحط العسل ده ممكن نعمل الكمادات بقى بميه القران اللي قلنا عليها براء النب خلاص كمادات على عينيه مدتها برضو ساعه ساعه ونص اكتر من مده العسل لو اتعمل الكلام ده يوميا مره في اليوم ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى املنا في ربنا كبير ما يمرش اسبوع ان شاء الله وربنا عز وجل يشفيه. انتوا عارفين ان في حالات كان من الجن كان من اللبس يعني ان كان العينين بتجيب دم احيانا بنقول للناس لما بتعمل الكمادات دي بفضل الله اسبوع بالكتير اسبوعين بس يمشي على الكلام ده عسل نحل وميه القران بورق النب الناس ما تملش الكلام ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام احمد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. أيوة. انت ام احمد اتصلت من شويه لواحده ثانيه يا ام احمد. انا ام احمد من البحيره. اتفضلي يا ام احمد ربنا يحفظكم. اتفضلي انت على الهواء. السلام عليكم يا عم الشيخ. ربنا يحفظك. الله يخليك يا رب. بعيده عن التلفزيون. الله يا عم الشيخ انا مريضه وتعبانه ونفسي انك تدعي لي الله يكرمك يا رب ووسع خطواك. ربنا يشفيك ويعافيك يا ام احمد يا رب. ويجعلك دايما ذخرا للاسلام. حاضر اللهم امين يا رب، ربنا يعفو عنك ويعافيك يا رب يشفيك يا ام احمد. حاجة تاني؟ انا ادعو الله عز وجل. الله يديك الصحة يا رب. عليك. ربنا يبارك فيك يا ام احمد، ربنا يحفظك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يشفي ام احمد شفاء عاجلا، اللهم اشفيها شفاء عاجلا، اللهم عافيها في دينها، اللهم عافيها في بدنها. خذ بنواصيها اليك اخذ الكرام عليك، خذ بنواصيتها اليك الى البر والتقوى. خذ بنواصيتها الى البر والتقوى ومن العمل ما تحب وترضى. احفظها واحفظ أولادها وزوجها وبارك لها في أهلها ومالها اللهم بارك لها في أهلها ومالها وسع عليها يا رب الأرض والسماء ارزقها من حيث لا تحتسب اللهم احفظ المسلمين أجمعين في كل مكان احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء اللهم احفظ مصرنا الحبيبة من كل سوء يا رب الأرض والسماء من أراد لمصرنا الخير فوفقه لكل خير ومن أراد لمصرنا والإسلام بسوء أو شر فإنا نجعلك في نحره ونسألك اللهم يا رب الأرض والسماء أن تقينا شره اللهم أمين يا رب العالمين. سارة السلام عليكم. السلام. تفضلي يا سارة كيف حالك؟ الحمد لله بخير. أصلاً يا شيخ أنا بقالي فترة بحس كتير إن بقالي فترة بحس كتير إن في حاجة موجودة في الشقة بشوف خيالات. وبسمع جوزي بينادي عليا وبعد كده الاقي هو نايم ما ناداش عليا
بحلم باحلام كتير. جارتي بتقول لي انت موصوفه يا ايدك. طب انت لابسه الحجاب، لابسه الحجاب الشرعي ولا الحجاب الدلع؟ انا منتقبه ما شاء الله. من منذ متى؟ من 3 سنين من ساعه ما اتجوزت. ربنا ان شاء الله يحفظك ويحميك يا رب. طيب ودايما بحلم ان انا بجري على جارتي وان هي بتقف في وش العدو، ان هي واحده تجري ورايا. تمام. ولابسه عبايه سودا وفرحه سودا بس يعني هي ما فيهاش مني. تمام. وبجري على جارتي وتقف في وشها وتقول لي ما تخافيش منها واقرا لي فاتحه 10 مرات. طب سمعت الرقيه النهارده يا ساره؟ لا ما سمعتهاش والله، لسه فاتحه التلفزيون حالي. طيب ان شاء الله باذن الله الخميس اللي جاي بس تفتحي بدري شويه الساعه 11 وتسمعي معانا الرقيه باذن الله تعالى. بس انا كنت بسال حضرتك ليه، يعني كنت برد يعني وانا نايمه بحس حد بيقومني يعني. ما انا هقول لك تعملي ايه؟ رجلي واقوم واصحى ما الاقيش حد. خلال الاسبوع ده هتمشي على البرنامج اللي هقوله دلوقتي لكل المشاهدين، لكن باذن الله يوم الجمعه يوم الخميس اللي جاي الساعه 11 صباحا تتابعي معايا ان شاء الله وتسمعي الرقيه. طب معلش حضرتك يا شيخ، هو كده ممكن في ايه ماشي في بيتي وكده؟ ما انا هقول لك تعملي ايه بالنسبه للبيت. حاضر حاضر. يعني هو كده ممكن يكون في ماتش يعني؟ في ايه؟ تليفون ايه؟ ممكن يكون في ماتش؟ لا للبيت نفسه؟ اه لا لا، هو ده عندك انت مش عند، مش البيت، بيت ملوش دخل بالموضوع ده، بس احنا دايما وابدا بنرش البيت بميه القران اللي بنغتسل بيها وخلاص بينتهي امر البيت مع اول رشه ميه قران. لكن هو ان شاء الله تعالى المشكله دي عندك انت، لان انت اللي بتسمعي وانت اللي بتشوفي. ماشي؟ ماشي. اسمعيني يا بنتي ربنا يبارك فيك، اسمعي من التلفزيون. عندنا قبل ان يدهمنا الوقت تساؤلات كثيره، لكن خلينا اقول برنامج بقوله كل مره ومهم جدا، الف باء علاج. يعني ايه؟ ابسط حاجه في العلاج بالقران، وده سهل جدا الناس تعمله كلها، ما هوش صعب وما هوش في شغل ايه بخور وشغل مش عارف ايه وده كلام ده خالص، ولا زيت زيتون ولا حاجه والكلام ده. طيب اهو المخرج نبهني ان باقي 3 دقائق. ماشي حاضر. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ايها القائمون بكنترول قناه الصحه والجمال، ويزوج الشباب اللي منكم اللي لم يتزوج، نسال ان يزوجه زوجه صالحه تاخذ بيده الى الجنه. والمتزوجون نسال الله عز وجل ان يهدي زوجاتهم وان يرزقهم الابناء والبنات الصالحين يا رب الارض والسماء. بنقول الف باء علاج، او يعني الحاجه الاساسيه في العلاج بالقران بسيطه جدا وسهله. قلنا نخلي يقيننا على الله عز وجل، اخلاص بان احنا نجعل يقيننا في ان الله عز وجل هو الشافي، لا الرقيه بذاتها تشفي، وانما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. نمره 2، ببساطه شديده عندنا يعني نحاول بقى سوره البقره، اما على تليفون يكون له ذاكره بنحط التليفون كده ونكون عليه سوره البقره ننزلها وبنسمع بسماعات، او بحاجه اسمها الام بي 3 او الام بي 4، استغفر الله العظيم، بتاع الصغيره دي اللي الولاد بيجيبوها عشان يسمعوا عليها الاغاني دي، احنا ممكن ننزل عليها القران كله. عندنا برضو الكمبيوتر او اللابتوب، عندنا الحاجات دي برضو استغفر الله العظيم. تمام. فبنسمع من خلال هذه الادوات سوره البقره. طبعا كان زمان اشارات الكاسيت، اظن الكاسيت بقت موضه قديمه دلوقتي خلاص، لكن اذا كان موجود يبقى خير وبركه برضو، اللي هو الكاسيت المعروف بالاشارات اللي فيها سوره البقره. خلاص ما بنسمع سوره البقره ايها المشاهدون الاحبه، ده اساس عندنا في العلاج يوميا. خلاص بنكون متوضئين نايمين على ظهرنا، وخاصه لما يكون وراش حاجه بقى، يعني خلصنا شغلاتنا في البيت او الراجل بره الشغل وجه وخلاص وهنبدا ننام، نحط السماعات في ودننا، مش صعبه ولا حاجه، حاجه مهمه جدا. بنسمع سوره البقره كامله ان شاء الله تعالى. وبعدين البرنامج اللي انا قلته من شويه ميه القران سهله جدا، افرض الناس مش هتعرف تحصل على شجر نب او مش هتوصل ورق نب، اقرا على الميه وخلي يقينك على الله. ماشي؟ مش هيبقى مشكله ورق النب قليل، لكن انا بتكلم على الف بعلاج، انك تجيب الميه وتقرا عليها. سهل جدا. والميه اللي انت قريت عليها بتضيفها للميه بتاع البيت، بقى كل الميه دي ميه قران. عندك كل من عندك حاجه بتضيفها عليها بقت ميه قران. انا نفسي واحد يواظب على كده، كل واحد فينا يواظب على كده. خلي بالك القراءه دي بتاخد حوالي ربع ساعه. فاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كل حاجة منهم تقرأها 7 مرات بصوت عالي. لا شرط الترتيب، ولا يشترط أنك لو نسيت يعني حاجة مثلا من قل هو الله أحد قريتها 5 مرات وافتكرت أن لسه 2 بعد ما خلصت خالص تقراهم، مفيش مشكلة.
المهم انه يصل الى الماء القراءة 7 مرات لاي حاجة من الخمسة دول، وانا بقرأهم زي ما قلت: خلي يقينك على الله الفاتحة ام الكتاب، اية الكرسي اعظم اية في القرآن، اعظم اية في كتاب الله، سورة الاخلاص قل والله احد ثوابها بتلت القرآن، بثواب قراءة سورة القرآن، الفلق والناس 11 آية نزلت في فك سحر النبي صلى الله عليه وسلم. انا عندي يقين على الله عز وجل ان ربنا عز وجل هيزيل عني اي هم يخص هذا الامر سواء من الحسد او من السحر. خلاص، يبقى ده الف ب بنعمله. ولما انا قلت الاخلاص في الاول واليقين بيحتاج كمان الصلح مع الله اللي احنا قلناه قبل كده. ما ينفعش بقى نبقى مقصرين في الصلاه واحنا بنتعالج، لا، لازم ناخد بكل الاسباب، خلي بالكم، نحافظ على الفرائض التي افترضها الله علينا. فعش انا بتعمل جلسه النهارده البنت وبعد كده رايحه الكليه بلابسه بنطلون اخوها ولا لابسه بنطلون باباها وهو صغير ورايحه الكليه وفرده شعرها وتقول انا ماشي على العلاج بالقران. لا يا اخوانا، لازم ولا بد عشان نجيب نتيجه. ان شاء الله ممكن ربنا يجيبها بالنتيجه، بس احنا لا نعلم الغيب، لكن الاولى والاصح انا بطلب من الله سبحانه وتعالى، واعلم ان ما عند الله لا ينال بمعصيته، انما دائما وابدا ما عند الله ينال بايه؟ بطاعته. فكلما الانسان يقترب من الله ويطيع الله عز وجل فربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يعطيه. نمشي على البرنامج ده سهل جدا، زي ما قلت نقرا على الميه، نشرب منها باذن الله تعالى، نسمع سوره البقره كل يوم لمده اسبوع، ده اللي مطلوب من ساره النهارده تعمله ان شاء الله عز وجل. والميه اللي قريت عليها ساره رشي بيها البيت بالبخاخه كده كل البيت ما عدا الحمام، من بره بس، من بره الباب كده تقفل باب الحمام، ترشي كل الشقه خلاص. اي حاجه، اي حد رمى حاجه في الشقه، اي حد عمل سحر، بفضل الله تعالى البيت ليس له دخل بالمسألة مطلقا، ما يبقاش العيب في البيت. خلاص، ربنا يحفظكم ويحافظ عليكم ويبارك فيكم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يشفي جميع مرضانا شفاء عاجلا. اللهم اشفي جميع مرضانا شفاء عاجلا. اللهم اشفي أمي وخالتي وحماتي، واشفي جميع مرضى المسلمين وإخوتي يا رب الأرض والسماء، وإخوتي في الله وأخواتي في الله. اللهم اشفيهم جميعا يا رب الأرض والسماء، وعافهم واعف عنهم، وخذ بنواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم احفظنا بحفظك وارعنا برعايتك، وفق رئيسنا الدكتور محمد مرسي إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أقم العدل يا رب الأرض والسماء على يديه، وارزقه البطانة الصالحة التي تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. اللهم سدد خطاه، اللهم اهديه إلى الحق، اللهم اهديه إلى الحق، بصره يا رب بما ينفعنا، اللهم بصره بما ينفعنا ويصلحنا، اللهم بصره بما ينفعنا ويصلحنا. يا رب الأرض والسماء اهدي شباب المسلمين، اهدي شباب مصر، احفظ القضاء واهدهم يا رب الأرض والسماء، ورد الذين يظلمون الناس منهم. اللهم احفظهم جميعا بما تحفظ به عبادك الصالحين، خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، ألف بين قلوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح ذات بيننا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا. سعدت وربي بحضراتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، جزيتم الجنة أيها المشاهدون الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المالك لا شريك، وإنه المجيد.